ربيع ياسين بيمسك المنتخبات الناشئين، يلف كل مصر من اسكندرية لأسوان ويبذل مجهود كبير جدا، ثم يتاخد منه المنتخب اللي هو تعب فيه سنتين ثلاثة أو أربعة ومدير فني تاني ياخده. بتحس بإيه؟ هو طبعا انا اي حاجه الوطني انا بقدم الوطن لمصر، مصر اللي خيرها عليا طبعا مفيش كلام، مصر ساعدتني كتير جدا واقفه جنبي، وبفضل الله ثم مصر انا مستور، دي حياه وطني. فاي حاجه انا بقدمها للوطن مش لشخص، لو على شخص ما تقدمش. كل الاشخاص اللي اتعاملت معاهم انا ما قدمتش عشان اشخاص، انا قدمت عشان مصلحه وطن، وانا كنت مسؤول وامين عن منتخب ومصر. فكلمة مصر دي بالنسبة لي كبيرة جدا، زي ما مثلت مصر في 118 ماتش دولي، كل وقت بدخل فيه اتحاد الكورة بشتغل بما يرضي الله وبعدل الله وبخاف على كل كبيرة، المال قبل الجهد والعرق والكفاح هم هو سلاحي، واللف على المحافظات هو ده سلاحي. عشان كده في كابتن شوقي غريب أخذ المنتخب منك جاهز؟ هو بيحللنا. زعلت؟ هو خليك واقعي، انا مش زعلان عشان شوقي مش طرف، انا زعلان عشان مفيش العدل. اتحاد الكرة المفروض يقوم على العدل، على الانصاف، على الصح، على التسلسل، على مصلحة البلد. اتحاد الكرة مش عادل؟ لا مش عادل طبعا، مفيش عدل خالص، مفيش عدل في المبنى ده خالص. طب ما حضرتك كنت موجود من 2012. المبنى ده كابتن مشادي انا موجود فيه من 2000 من 79، كنت بدخل معسكر منتخب الشباب الصغير وكبيت في الاتحاد ده لما كان الاوضه موجوده فيه، وبتعامل مع رؤساء الانديه، رؤساء الاتحادات، النائب محمد احمد نعم معاه حاجه جميله، بص بتعامل لحد ما خرجت. فطبعا ما كانش فيه العدل ولا فيه الخوف على البلد ولا المصلحه، كل واحد بيدور على مصلحه شخص يعرفه، انا اخدم مين، انا اجيب مين، اودي مين، ومع اتحاد الكره معروف للجميع. هاني مجلس بالظبط؟ لا وانا اخرهم مجلس كان موجود، انا جيت حتى اتظلمت في سفريه في مرض، انا بجيب المرض ده ربنا اللي بيجيب المرض، ظلمونا اصل بي 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 بيرق اللعيبه بيقرا قران، ايه الشرف ده؟ ما قالكش مثلا مين طلع ابراهيم عادل؟ مين اسامه فيصل؟ مين عبد الغني في الاتحاد؟ مين؟ ما قالكش كده خالص، بقلل القليل وبقى نجوم كبار بالملايين. ما قالكش ان الراجل ده تعب، ان خطط، ان نظم، ان لا بيشتغل، ان عنده، ان احنا ننصفه شويه، ان احنا ننصفه شويه. اللي حصل معاك في الاخر، اللي حصل معاك في الاخر في منتخب الشباب في تونس كانت مؤامره على الكابتن ربيع ياسين من وجهه نظره؟ مفيش كلام، مؤامره 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 ونص طبعا. ازاي؟ ما هو انا اقول لي انا ليه احداث حصلت في تونس، وتونس كلها كان الوباء موجود فيها وكنا